يا أهلا وسهلا بكم. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى نتف الريش؟ لماذا يتساقط ريش الببغاء؟ طبعا الببغاء هو مصدر جمال الطائر، وبدون الريش يصبح الطائر مثل الكتكوت. يعني تشعر أن أمامك الآن، أمامنا فرخ الدرة، تشعر أنه ليس طائر الدرة، لأن تغيير معالم الطائر. طبعا يوجد عديد من الأسباب اللي بتؤدي إلى مشكلة نتف الريش. أول حاجة عدم وجود تنوع في الطعام، يعني بنلاحظ إن المربي بيحط نوع واحد من الطعام، يعني بيحط اللب السوري مثلا على طول باستمرار، مما يصيب الطائر بالديدان، والديدان دي بتؤدي إلى ضعف الطائر والريش نفسه بيتساقط. السبب الثاني إن المربي ما بينوعش في الطعام، في الخضروات، في الفواكه، طبعا يعني السريس أو الهندباء أو الجرجير أو الفجل أو الخس والخيار والتفاح والأكل اللين، دي كلها عناصر مهمة جدا. فعدم تنويع المربي للطعام بيؤدي إلى ضعف الطائر ونقص العناصر الغذائية. الحاجة التانية ممكن يكون ده بسبب الأمل، يعني الأمل اللي هو وجود الفاش، وده بسبب عدم وجود النظافة. طبعا ده سبب من أسباب تساقط الريش، وإن الببغاء بيبدأ يأكل فيه ريشه بطريقة بشعة. طبعا مش شرط إن هو يكون فيه فاش عشان يعمل الحركات اللي هي مستمرة في نتف ريشه، مش شرط. فطبعا لو فيه فاش، طبعا الموضوع بسيط جدا، إن أنت بتعرض الطائر للشمس ما لا يقل عن 10 دقائق أو 15 دقيقة، وطبعا بتحاول ان انت تغسل الطائر وتحميه باستمرار، وتحط له طبعا في الميه بعض الاشياء اللي هي الطارده للامل، او مثلا تحط له خل التفاح، وبالتالي مع الاستمرار هنلاحظ ان الطائر بيتحسن كويس جدا. طيب في عندنا مشكله كبيره جدا، ان ممكن يكون الطائر عنده نقص في الاملاح المعدنيه. طبعا كلكم بتشوفوا إن طبعا انتم ممكن بتشوفوا ان في بعض العصافير الكبيره بتقوم ب افتراس الريش، او ان هي بتنتف ريش الفروخ الصغيره. يعني قال لك ده ممكن يكون نتيجه نقص الاملاح المعدنيه، فانت لازم تحط الاملاح المعدنيه للطائر. طبعا احنا بنتكلم دي كلها اسباب ما تاديش للمشكله الكبيره دي. في عندنا بقى سبب رئيسي ايضا، وهو اللي ممكن يكون متسبب في موضوع نتف الريش. السبب دوت هو الأمراض النفسية. ممكن الطائر ده يكون بيعاني من خلل أو من مرض نفسي، وطبعا الأمراض النفسية ديت بتبقى موجودة في بعض الببغاوات دون البعض. في بعض الببغاوات زي مثلا الكاسكو، الكاسكو ده حساس جدا، لما صاحبه يهمله بيبدأ الببغاء ينتف ريشه، أو لما الببغاء دوت صاحبه بيبيعه، فطبعا هو مش متعود على الانسان الجديد، وطبعا لما يفقد صاحبه بيبدا يدخل في حاله نفسيه ويبدا ينتف فريشه. او الانثى دائما في الببغاء الكاسكو بتبقى اكثر عرضه لنتف الريش، نتيجه بقى الخلل الهرمونات والكلام ده كله، بيؤدي هذا الى نتف الريش. الحاجه بعد كده برضك اللي بتؤدي الى نتف الريش، ان الطائر بيكون وحيد، وصاحبه لما يهمله زي الولد الوحيد، الولد الوحيد محتاج ونس ومحتاج حد يلعب معاه. كذلك لما يكون عندنا فرد واحد فقط في البيت، فالفرد ده ما بيشوفش حد خالص، هو واخد على صاحبه، فلما صاحبه يهمله طبعا بيؤدي إلى مشكلة أو مرض نفسي، فبيقوم الببغاء بنتف ريشه. فالحل هو إن أنت تجيب له فرد تاني معاه، يبقى موجود معاه إذا كنت أنت مشغول أو إذا لم توفر له الألعاب. طيب نعمل ايه عشان نطلع من المشكلة دي؟ والله بقى لو كان اللي عندنا الببغاء ده هو عنده نقص في الفيتامينات، ما بيتعرضش لأشعة الشمس، لازم طبعا اهتم بالفيتامينات، اهتم بفيتامين د، اعرض الطائر للشمس، الطائر طبعا اعمل له على طول كده دش على طول، احميه، ارش كده ببخاخة، ارش قطرات من الماء باستمرار، لان الماء هيساعده في ان هو يطلع الريشة بشكل سلس. وطبعا اهتم بالخضروات والفواكه، طبعا ابتعد عن اكل والافراط في اكل اللحوم. زي ما احنا شايفين كده، ببغاء الدره هو ببغاء مش عرضه لنتف الريش، او الامراض النفسيه فيه قليله جدا،
ممكن يكون الخلل ده جاي نتيجة الوراثة، يعني هو ايه، في خلل وراثي. الخلل الوراثي ده نتيجة مثلا زواج الأقارب، يعني زواج الأقارب بيؤدي إلى المشكلة دي. فأنت طبعا يعني تحاول إن أنت في الأزواج الشغالة إن أنت ما تجيبهمش متقاربين، يعني ما يكونوش إخوات، لأن ده بيعمل لنا مشكلة برضك من المشاكل دي، تساقط الريش. طبعا أصعب شيء هو المرض النفسي، محتاج يعني هو عنده مشكلة نفسية، زي مثلا إنسان عنده مشكلة نفسية فبيقوم بنتف الريش. طبعا الحل إيه بقى؟ الحل هو طبعا أنني أستخدم مجموعة من الزيوت. بعض الناس بتتكلم على زيت الثوم، وطبعا خل التفاح. طبعا أفضل شيء للبابغاء ده هو ان انا اطلعه من الحاله النفسيه، يعني ان انا اطلعه من القفص، ان انا احاول اعرضه لاشعه الشمس، لان عدم تعريضه لاشعه الشمس ووضعه على طول في الظلام وفي القفص وهو طبعا فرد لوحده بيؤدي الى مشكله، وعدم وضع الالعاب اللي تلهي الطائر برضك بيؤدي لمشكله. طيب افضل شيء انني يعني بعض الباحثين بيروا ان افضل شيء ان انت تحطه على شجره، يعني ترجعه تاني للطبيعه، حطه على شجره وحط له الاكل على الشجره، وطبعا الاوراق هو هيفضل ايه، بدل ما يعني ينتبه لريشه ويفضل يشد في ريشه، هيبدا ايه ياكل في اوراق الشجره، او يكسر في اوراق الشجره، او يكسر في الالعاب، المهم هينشغل وهيبدا يعني ايه يخرج من جو الاكتئاب. طيب انا ممكن برضك اجيب زيت الصبار. طبعا يا جماعه نجيب زيت الصبار ده، زيت الصبار مر، يعني طعم زيت الصبار بيكون مر، مر جدا. فبالتالي انا لما احط وادهن هقوم بدهن الطائر بالصبار، هجيب كده قطعه من الصبار اللي هو العادي خالص اللي موجود دهوت، واقوم جاي داهن جسم الطائر. فبالتالي الطائر لما يجي عشان يشد في الريش او ينتف في الريش، فهيلاحظ الطعم المر، فلما يلاحظ الطعم المر ده هيبدا يبتعد عن هذا السلوك اللي هو سلوك خلاص هو اتعود على كده، فانا عايز اعدله من سلوكه، فحاول انني يعني اشغله باي حاجه، يعني لو امكن ان انت تحطه عندك مثلا في البيت على شجره، فطبعا ده حل جميل جدا. لازم يعني على طول باستمرار تعرض الطائر للشمس، لازم باستمرار تحط تنوع في الطعام، لو كان الطائر عنده ديدان تديله جرعه من الوقايه من الديدان، تنوع في الطعام كله، يعني اعمل معاه كل كافه الطرق. ولازم طبعا يعني اهم شيء ان احنا نستخدم الصبار. الصبار مهم جدا، ندهن بيه جسم الطائر مع استخدام كافة العناصر، مع يعني لو انت امكن كمان للطائر اللي هو المكتئب ده ان انت تجيب يعني معاه فرد تاني، ويبقى الفرد ده يعني قريب منه عشان طبعا يعني ما يضربوش، لان طبعا بيبقى جسمه مكشوف، لو امكن ان انت تجيب له فرد تاني يبقى كويس جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، لا تنسوا دعم القناة بالاعجاب والاشتراك لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.